تعبان يا حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباس وهاي اسمها اسمها قفاك الثلاجة ما عندي غير رحمة الله ماك أحسن من الله اي والله عندي رحمة الله الله كريم أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية برنامج بين الناس دائما يأتيكم هذا البرنامج من خلال شاشة فضائية صلاح الدين الشاشة الذهبية احنا أعزائي المشاهدين دائما نشوف تواصلنا مع المواطنين ومع كل أخوتنا المشاهدين من أقصى العراق إلى أقصى وعبر الهواتف اللي تظهر أسفل الشاشة دائما نذهب لكل مكان في سبيل إيصال صوت المواطن إلى من يهمه الأمر وأيضا نأخذ اللوكيشنات من كل مكان في محافظتنا وأحبائنا في كل مدننا في صلاح الدين حقيقة اليوم أنا وزميلي أيهم فارس راح نروح نصور حلقة لبرنامج بين الناس أكو نشاطات أكو عوائل نريد نزورها فقيرة حتى نوصل الفكرة إلى المعنيين الحقيقة مع هذا الجو الممطر وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان عراقنا وأن تزال هذه الغمة فقط شيء أريد أوضحه من خلال هذا البرنامج أحبتي المشاهدين أنه إحنا دائما يعني ناشد الأخوة الخيرين أصحاب النخوة اللي متمكنين أن يعينون ذول الناس الفقراء اللي إحنا دا نعرضهم من خلال الشاشة ويكون بيناتنا تعاون وتواصل يعني اليوم أنا أزور دائرة معينة أشوف النشاط الموجود من خلال الدائرة نعرض الأمور الإيجابية قبل السلبية بعدها نشوف نزور عائلة مثلا نشوف حالها الاجتماعي نشوف نريد نتعاون في سبيل أن نعمل صندوق لهاي العوائل من خلال فضائية صلاح الدين ومن خلال هذه الشاشة راح نروح وياكم نشوف حلقة مميزة لبرنامج بين الناس بين الناس بينكم نبحث عن همومكم نعمة حياة اي والله اذاكم المي هسه اي والله يا ابو عزان احنا حجي ان شاء الله راح نعرضها يشوفوها نعم يشوفون حالك ان شاء الله وبلكي يسعفوك ان شاء الله زين انت شايفه لابوك شايفه تعرفه لا والله ما شايف ما شايفه لا قد عمرك انت 4 سنين هاي هسه شنو انت هنا حاطه حاطه البيع هاي عند اي وما حد يشتري بس يدحزون عليهم يروحون يجلبون يجلبون يروحون ما حد يبغى يشتري هاي على مود تطلع لي ايش كم فلس على مود اطلع لي 1000 دينار ما حد يدفع لي اشتري مشارك افراحكم نتقاسم احزانكم ليش تبكي ابكي لان قهر بقلبي يعني خدمتي تعسل راحت ليش يعني تامن راتب عايش انا وجالي اهلي شنو يريدون يصيرون دعم اهلي بين فتره وفتره يدسوني نسعى لخدمتكم احنا انا ذكرت قلت احنا بخدمه المواطن وخدمه المدير والمسؤول اريد حل الحل الساده الجدول بس التزم للناس بالجدول هذا هو الحل موجود من كيفه هذا هسه الكرسي الى هديه الى من مدير عام بارك الله ان شاء الله الله كريم تسلم الله والد بين الناس عطاؤنا عطاء أعزائي المشاهدين تحية طيبة مرة أخرى الحقيقة يعني كاميرا فضائية صلاح الدين برنامج بين الناس دائما ترصد العوائل اللي فعلا تناشدنا من خلال هذه الشاشة ومن خلال برنامج بين الناس يوماني زميلي أيهم حقيقة
ناشدونا إلى أحد عوائل قضاء بيجي في هذا المكان بداية الديوم. طبعا هذه العائلة جزاهم الله ألف خير، أحد الخيرين انطاهم كارفان، وعائلة حقيقة متعبة. راح نشوفهم وياكم وش يحتاجون من ومن فضائية صلاح الدين ومن برنامج. شلون تحكي لي على وضعك؟ قد كم نفر؟ أقعد نفرات انا. ايه والله هو وضعيه نهايه، احنا قاعدين هنا وقاعدين على عيشتنا على الله. كرفان طاك يا احد الخيرين؟ اي واحد ضابط جزاه الله خير. اي والله انتوا هاي كلهم جهالك هسه؟ ايه كلهم جهالي. شلون عايش؟ شلون وضعيتك هسه؟ والله غير عشان عندي بنزين ابي حن وعشان البنزينات. قبل بالبيجي شنو؟ ايه بالبيجي. انت ام احمد شلون عايشه وياك؟ والله ترى جاده ما حد اجاكم ساعدكم؟ لا والله يجون ما بس يزجون يروحون ما اشوف كل شيء حال. يعني قصدي احد مثلا ساعدكم؟ لا 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 ما حد يساعدنا. هاي اطفالكم خطيه، ليش ايش مخليتهم؟ ما عندهم احذيه؟ لا والله ما عندهم. ما عندهم يعني قصدي حذاء شيء تلبسي خطيه لهذا الطفل؟ ايش قد عمره هذا؟ عمره سنه ونص. سنه ونص. زين ابو احمد، ابو احمد انت ماكو شغله تعينك مثلا؟ والله ماكو شغل. ماكو والله حرام نروح على شغل عماله ماكو، عندنا ضل على شغل على الاقل على البنزين. نهار ينباع نهار ما ينباع، ان شاء الله الصبح الان ما ينباع وظلاته. احمد وين؟ احمد اكبر يعني اكبرهم؟ اي اكبر منهم. اي هذا شو اسمه؟ محمد. محمد شلونك عمو؟ الحمد لله. علي جاي تعال. شلونك زين؟ الحمد لله. انت قاعد بالمدرسه؟ لا والله. ليش ابني؟ شو اسوي؟ ما تقدر. ما اقدر. حافي ليش حافي؟ ما لازم جوه. حياتكم صعبه. زين تعال خذني هذا. شنو هنا؟ هذا مطبخ؟ تعال تعال. تعال 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 سولف. ليش هيك حالته؟ ايش المطبخ هذا؟ انت مسويه مو؟ اي انا سويته. انتوا تغديتوا؟ اي والله تغديت. هاي انت مسوي هيك؟ اي والله هي سويناها. صوره صوره ايها من المطبخ. زين هذا بس بالنسبة للكرافان. تعال هنا، هذا ما اخوي ينطي عليكم مطر؟ لا لا ما ينطي. ما ينطي؟ ايه. تمطر وهو ذاك المطر القوي يعني مطر خفيف؟ ايه خفيف والله. عد الخياب الاشياء دا والله تسوي تنطر علي المطر هيش. ايه ايه خل علي المطر هيش. زين اجوك قالوا لك يعني مكانك هذا مو صحيح او يعني؟ لا 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 ما قال. لانه دا يصير هنا قصدي يعني شغل بناء ودي يبلطون الشوارع. ايه ما قالوا لك يعني؟ لا لا ما قالوا. ايه يعني انت شلون خادمتهم الجهاله؟ شلون انت تشتغلين بهذا الوضع؟ شو اسوي وين نروح؟ انت اهلك وين؟ حديثه. حديثه. هسه يشوفوك ان شاء الله من خلال فضائية صلاح الدين. ايه شو تقولي لهم؟ ما عندي لا مخابر عليهم ولا شيء. ليش؟ ما عندي. ما عندك تليفون خابريهم؟ زين هذا كرفان مالكم ايش طوله ايش عرضه؟ زين بيه فراش؟ هاي الثلاجه تشتغل؟ اي من عرب الله جدي. اي عافيه. المهم ثلاجه وهنا تنامون؟ ما خو بارده هنا؟ ما خو بارده عليك؟ زين دافيه. محمد ليش ما تشتغل؟ والله قاعد. ليش؟ ماكو شغل. شغله عملت عاون ابوك بيها خطيه؟ والله ماكو شغل. ماكو. انت شو اسمك؟ عمران. يلا حي العمران. شلونك زين؟ زين. ليش حافي حبيبي؟ ليش حافي؟ ايه انا لميت حذيان توني. ها؟ لابس حذيان. لابس؟ ايه توني لميتي. تعال انت شو اسمك؟ انت شو اسمك؟ مازن. مازن؟ ايه. شلونك مازن؟ هلا. ليش حافي حبيبي انت؟ لميتها. دوق احنا اقعدوا اقعدوا خلي صوركم عمو اقعدوا اقعدوا
ابو احمد شو تناشد السيد المحافظ المسؤولين؟ شو تقولهم؟ شو تريد منهم؟ والله ما اريد منهم بس اظل هنا بالمكان هذا وكل شيء ما اريد. تظلون هنا؟ ليش هم جايين قايل لكم شيلوا؟ لا ما يلا ما قالوا والله ما قالوا لا لا ما يعني ما لهم علاقه، المهم انت انت خارج العمل. خارج العمل ايه؟ الشارع بعيد عنا وان شاء الله يكبر الشارع وماكو شيء. احنا هم الناشد الخيرين يشوفوك يجي يساعدوك يساعدون هاي العائلة يعني ملابس فلوس اللي يساعدون خلف الله عليهم ما يساعدون هاي خلف الله عليهم. انت شلون تطبخين؟ اطبخ على الطباخ. ها؟ اطبخ على الطباخ. طباخ شنو عندك؟ مال غاز؟ اي مال غاز. اي؟ اذا كان تطبخين؟ اي. شو تغديتوا اليوم؟ شو اكلتوا؟ مرقة. اي؟ هذول جهال ايش؟ اي هذول بس انت همني شويه شد حيلك ويا العائله. والله يا سوبر ممكن ناشد الخيرين يمرون يشوفوك. ان شاء الله ان شاء الله. احنا شفناك الحقيقه وقلنا خلينا نشوف حالتك ووضعك. ان شاء الله ان شاء الله. انا اشكرك ممنون. أعزائي المشاهدين، الحقيقة يعني جهود حقيقة متميزة من بلدية تكريت داخل مركز المحافظة لجعل المدينة أجمل وأحلى. الحقيقة انتهت بلدية تكريت تماما من تبليط وإكساء منطقة سلمة التغلبية، ومستمرين في إكساء وتبليط الشوارع المتبقية من مدينة تكريت. والآن يعني اليوم الحقيقة يعني شفنا فد شيء عمل رائع، هو تبليط الحي الصناعي اللي احنا دائما ناشدنا به. وشكر موصول للاخ المهندس عمر الجراد والاخ استاذ وليد لحقيقه مناشدات كثيره من الحي الصناعي واصحاب المحلات في الحي الصناعي. باشرت مديرية بلدية تكريت اليوم بإكساء طرقات الحي الصناعي بعد معاناة طويلة. طبعا هي منبلطة يعني من زمان بعد إكمال حي سلمة التغلبية، قمنا اليوم بحملة تنظيف واسعة بالحي الصناعي ومن ثم الإكساء بالكامل، وبعدها راح نتحول يعني على حي المعلمين والعصري بعد هاي المرحلة. طيب أستاذ وليد، أكو موضوع مهم جدا إحنا الآن يعني تناقشنا سوية أنه أكو إكساء وأكو تبليط. الآن أنتوا عملية الإكساء المتكسر أيضا تجديد للموضوع كله. بالنسبة للشوارع المبلطة قديمة يعني إحنا نقوم بصيانتها تنظيف ومعالجة، وبعدين إكساء بمادة الأسفلتية الباينتر اللي هي إكساء.
الشوارع اللي مو مبلطة تعتبر هي تبليط جديد بمادة الاستبلايزر. الخلطة تصير أخشن يعني من البايندر. أكو ناس ما يعرفوا شنو البايندر وشنو الاستبلايزر. الاستبلايزر هو التبليط، البايندر هو الإكساء الطبقة الثانية بعد المعالجة والتصليحات تبدي شغلة الإكساء. أستاذ وليد يعني الخطوات المقبلة وين داخل المدينة؟ عندنا بعد الحي الصناعي حي المعلمين والعصري 60 دار وراء عمارة الترنبول والتجنيد، يعني مراحل حسب الظروف يعني. إن شاء الله الموفقية، وتحياتنا إلى الأخ عمر الجراد. إن شاء الله إحنا بخدمة المدينة إن شاء الله ما نقصر، واقفين من الصبح لليل وهذه جهودنا ومحسوبة علينا، يعني لازم نوفي ونكفي إن شاء الله. الفني وليد الدوري ببلدية كريت. نلتمس شيء من أصحاب المحلات والأخوان الموجودين، أنه إحنا نريد التعاون مع البلدية والتعاون مع كل الجهات الرقابية، لأن الحي الصناعي إحنا صورناه قبل فترة. إحنا نريد من أهل المحلات خاصة أصحاب التبديل الدهن واللي يغسلون السيارات أنه تكون هناك وعي لهالموضوع حتى لا يكون الماء خارج الشارع. هذا الشارع إحنا إذا يبقى الماء إحنا نحسب له شهر ينتهي، شهر ينتهي. انتوا هنا المحلات يعني شلون وضعية ال والله مسوين مجاري. اي اي الماء ينزل مجاري. هسه المجاري بعد ماكو شيء على الشارع. لا ماكو شيء على الشارع. اصبح هسه الشارع رسمي عندكم؟ اي رسمي. نعم. اي هناش قد تقريبا المحلات انتوا تبدلون دهن؟ كم محل؟ تقريبا 20 محل استاذ. اي 20 محل، كل محل موجود بير يعني بيه، بس عندنا واحد مأذي هناك، ما عنده عنده بير واحد، عنده سدران بات زين مأذينه يعني. يعني ايهم لو تصور لي هذا المكان هسه، بس اسمح لي، يعني هذا المكان هنا هسه هذا مجرى، مو مجرى رسمي رسمي، هذا بلوع يعني مسوي بيه ينزل بيه المي. زين ليش لعدي يروح للشارع ينزل؟ هذا قبل شلون يروح الشارع، هسه ماكو. اي هسه ماكو. هاي كلها محلات تبديل الدهن نفس الحاله، كلها سواها، كلها نفس الشيء، كلها مسويه. كل المحلات بيها بير يومي، احنا يومين ننظفها يومي يعني. اي يومين ننظف كل محل بيها طين ننظف. لك ياهو أنا هذا محل الركن. هذا محلك الركن؟ ايه. تبديل دهن. تبديل دهن ويخسر وياه. يعني احنا اعزائي المشاهدين نلتمس حقيقة التعاون مع يعني اصحاب المحلات مع البلدية وما يهم الامر. الان حصلنا هذا الشيء انه تبلط الحي الصناعي، خلينا نشوف ايهم. ممنونين، شكرا. خلينا نشوف يعني بقية الحي الصناعي. يعني هنا أنا اصحاب المحلات، هذا اللي نقصد عليه ايهم، انه هذا كل هذا المفروض كله ملتزمين بهذا الموضوع. الان اصبح الحي الصناعي واجهه حضاريه الحقيقه. يعني انا قبل فتره تكلمت، قلت الان اللي يريد يروح على الحي الصناعي يصلح سيارته يروح الكركوك وما يتعنى داخل المدينه، لانه كان ما يقدر يدخل بالحي الصناعي. الان الحي الصناعي راح يصير نموذج مثل باقي الصناعات الموجوده او الحي الصناعي الموجود بالمحافظات. السلام عليكم. شلونكم حبيبي؟ شلون العافيه؟ السلام عليكم. شلونكم مع التبليط؟ والله الحمد لله، وبس تكملون ان شاء الله.
والله. دن سألت أهل المحلات أنه الالتزام موضوع الماي. والله إن شاء الله سوينا مجال إحنا كل. يعني هو لكم مو لأحد. نعم نعم لا إن شاء الله ما يطلع. يعني تدري أنا أقول نوبات مثلاً يعني يتعنى هسه دا أذكرها يتعنى المواطن يروح الكركوك يقول لك ساعة ساعتين أروح أصلح ثلاث ساعات للمغرب ولا أجي على حي الصناعي ما يقدر يدخل. طيب. والله يا يعني كانت مال مطر مجاري ماكو أستاذ وليد يعني. هس إيه هسه ماكو يعني مطر والشارع ناشف. والقاع مصبوبه ان شاء الله هسه انتهت بعد يعني والله ماكو شيء ان شاء الله واحنا ما شاء الله السنه هم شتاء قليل يعني المطر يعني رحم الله والديهم ان شاء الله التعاون موجود من قبلكم ومن قبل كل الاخوان رحم الله والديك رحم الله والديك ما قصرتوا الحمد لله الحمد لله شكرا جزيلا ممنونين ممنون 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 ايهم لو تصور لي هذا الحي الصناعي كل هذا الشارع الرئيسي اللي احنا تكلمنا عليه هذا الشارع الرئيسي اللي كان يحتاج إلى تبليط ويحتاج إلى يعني تعبيد الشارع وإكساء لأن أكثره هو كان بي يعني أكو موجود قير لكن ما يعني شوف متأذي هو سيصير إكساء وأيضا أكو أماكن ما بيها قير بلطوها والحمد لله. عايشت ديهم لان كانت مأساة فد مره الصناعه صعبه فد مره يعني صور اذا واحد يفوت هنا زحمه والله زحمه يطلع. شوف حتى لو ماكو مطر اللي يجي هنا اكو ماي ماي وفد مره فد مره يعني ما تقدر تفوت لها مطر بدون مطر هسه لا عايشت ديهم الحمد لله هسه اكو التزام من الاخوان المحلات انا جولت عليهم قالوا التزام بعد ما حد يقدر يغسل برا الا اكو مجاري والله هم خطيه مسوين مجاري هسه هم كلهم مسوين مجاري لنفسه هسه الحي الصناعي افضل ان شاء الله لا هسه الحمد لله احسن احسن الحمد لله استاذ وليد الحمد لله ذكر من جه سويت لقاء وقمت تصيح وقلت على المويه قلت اريد تبليط هسه صار عندكم تبليط رحمه من الله اخوي مو نعمه اي والله عرف الله عليهم بس احنا شو نريد من عندكم يعني اوصي اصحاب المحلات اللي يطلع منهم المي المي لا والله رجع يعني هذا القير ياكل المي مو تلف يسوي تلف ومبلغهم كلهم ما لا تطلعوا الاخوان هلا هسه الحي الصناعي مثل ما ردتوا يعافي استاذ وليد الله يوفقكم وينصر الحكومه وهذا اهم شيء انا اقول لهم لان رزق الحي الصناعي على اخوان اصحاب السيارات نوبات يتعنون الكركوك يعني الشارع ما منتهي يروحون هسه حملنا ان شاء الله بتبليط كل الشوارع الموجوده بالحي الصناعي يا بشرح من الله مو اي والله بس مجاري بش تسوي لنا شويه شويه العافيه درجات آه اول الغيث قطره قبلاني نحن قبلاني استاذ وليد الله يوفقه شو تقولون ان انتم على ان شاء الله محلاتكم مين؟ محلاتكم انتم ما عندكم مي بس المقابيل بس المقابيل ما عندنا مي احنا لا مي قليل ما شويه الواحد يلتزم لانه تدري الحي الصناعي اذا مو تبليط صعب صحيح والله من والله كنا بمهذلين فردنا بالشتاء مبهذلين اي والله حتى الدخول والخروج يعني صعب جدا عمي وليدي شلون الصحه؟ شو تقولون على هذا الف رحمه على والديك واشرف واحد انت بتكريت والله العظيم انت وكادر التصويري احنا ناشدنا بهذا الموضوع يعني تدري الحي الصناعي اهم شيء يعني رحمه الله والديكم وهاي بجهودكم تبلط حي صناعي وكل يعني فضلكم هذا ما ينسي صراحة يعني رحم الله والديكم وما قصرتوا والله موفقين لكم يعني احنا متابعينك يعني صراحة يعني انت صراحة يعني مواقفك ما تنسي تكريت يعني الانسانية والخدمية كلها مشهودة لك والله عمولي خدمتكم دائم حبيبي والله زين والله والديكم والله على مود بلطنا الشوارع والهاي هسه المحلات مالتكم هنا والله زين الحمد لله والله لان على مود كل ما تمطر هاي الصناعه تفيد والله حتى دا اشوف الفرحه على اصحاب المحلات صحيح والله صحيح لانه تدري مهم التبليط ايه والله اهم شيء التبليط والله عندنا اي والله حتى شوف يعني ايهم لو تصور لي كادر البلديه وكادر التنظيف وشركه والاخوان دير بالك ابو والاخوان يعني الكل بهذا الموضوع جزاكم الله خير. We'll be right back.
شو تقول لي على الحي الصناعي هسه بهذا؟ والله شغل عافيه والله عافيه والله تدمرنا يا ساد وليد من وراء الطسات صلح الصيد من هنا يقوم من هنا عافيه. واقول لهم نوب ابو التاكسي او ابو السياره يروح يتعنى الكركوك حتى والله ما يقدر يدخل تمام طب الصناعه وانت من تزال صحيح هذا كلامك اي يعني كان شويه صعوب الدخول اي والله بس ان شاء الله الامور طيبه الله كريم ان شاء الله الحمد لله. هذا استاذ وليد هذا استاذ احنا مكيفين كلهم اليوم عبالك عيد علوه شرد احنا شرد معدهم مثل ما جاي ياخذون جبايه وياخذون ما طرق وجسور بالمرور اذا يشوف شغل والله احنا نطي واحنا ممنونين بس اذا احنا نشوف ننطي فلوس وما مستفادين كل شيء الفلوس جاي تروح بالجيوب يا الله ما يقبلها دول خطيه جماعه المحلات جاي يدفعون اجور يدفعون مال بلديه ويدفعون كل شيء ايش يريد لا ان شاء الله جهود يعني حثيثة من البلدية والأخوان إن شاء الله ما قصروا يديهم علينا إن شاء الله الله يرضى عنك الله الموفقين بارك الله فيكم ويسلمك ويسلم جهودك الله يبارك فيكم أعزائي المشاهدين الفقرة التالية حقيقة جينا إلى عمارة بسنتر مدينة تكريت عمارة الحاج سليمان الموسى وأولاده هذه العمارة الحقيقة يسكنوها عدد من العوائل من مناطق مختلفة وأكثرهم من بيجي هاي العوائل تحتاج مد يد العون والمساعدة في سبيل رجوعهم إلى مناطقهم راح نشوف هاي العوائل وش يحتاجون من عندنا شلونكم والله على الله شلون حسكم شلون وضعكم الحمد لله هسه هنا انتم كم عائله هنا عندي ايه ها شنو هاي زين شو هالزغر يا بريحه نفط ريحه نفط ما شلون وضعكم حجيه شلون والله الحمد لله ونشكره وانا عندي 8 ايتام على ربي لوجه الله وعائلتي كثيرة 24 نفس نحن والله والله العظيم وعايشتنا الحمد لله ثلاثة ما عندي ده حط يعني والله ظل بنعمتنا الحمد لله أني هذا هو أصلا فندق نعم فندق شون عايشين والله عايشين جرى ربينا لو شوف جسمي والله العظيم علاج ذاك ودكاترة يومي أحطي عصارات
كم عائلة أنتم هنا؟ أصلاً إحنا عائلتين ويا شنتي وأني وبنتين عندي. إيه والله. زين هاي شنو الغرف؟ هذي وزوارهم الله ما أحفظش فيها. هذه غرف أنتم بيها هي؟ إيه هاي غرف والله. غرف فندقية هي؟ فندقية إيه والله أستاذ. زين هاي أنت إيش كم نفر هنا هسه؟ هسه أنا وبنتي وشنايني سبعة، ثمانية، ويا اليتيم تسعة. أنت زوجك وين؟ والله ساكن بالمدرسة ويا ابنه ذاك الأخ، يقول ما أقدر أطلع الدرايج. ها يعني هو شنو حارس لو؟ لا ما حارس، ساكن ويا ابنه. قاعد هيك قاعدين يوجه الله بمدرسة. زين وضعكم دخلكم شنو؟ شلون عايشين؟ والله هاي عيشتنا شفنا هاي الحمد لله، نحن الله نشكر الدين كله دين. الله يشهد الله يشهد. احنا جينا نشوفكم نشوف وضعكم حتى نبقى نتواصل. زين ما تقدرون ترجعون هسه ابو العماره اذا رادها شلون يعني؟ والله ما تمالي دخل الله عليه صار لنا 5 سنين. اي لا والله يعني نرجع على بيجي ماكو لا ماي لا كهرب، احنا مقابلنا الهونداي. اي ايه وحالات ما نقدر نعبر يعني حالتنا مو طيبه والله. بس يعني هسه اذا مثلا قال باكر يابا انا اريد للفندق شلون يعني؟ والله ما انت ما اريد خلف الله عليه لو انا نقعد بالشارع. جزاء الله الف خير. هو الرجال يعني لا والله الله يحفظك. زين هي للمكان الاخ وين هسه عايشين انتم هنا؟ زين حماماتكم شلون وضعكم؟ هذا شنو هو هذا الفندق هذا هسه؟ هذا هم غرفه مقفوله. ها ما ابي والله كل شيء. شوف هاي هم غرفه. اي هم غرفه. اي والله بس ظلام وشمس ما تدخل. لا جربينا والله العظيم جربينا صعبه. هاي هذه زين الجهال ما تخافون يعني؟ ما يخاف تخافون عليهم؟ والله ما نخاف. هاي انتم خلي النايلون هذا يخلينا من البرد. من البرد اويلي. تعال تعال صور ايها مصور. هاي شنو هيك شلون يعني؟ هاي ينامون الجهال العصريات يجون ينامون ابني. وحيل صغار الغرف. ابني يشتغل سكافي والله. ها يعني مال اجور يومي. ايه ما ايه والله خلف الله عليه طلع لنا هالعيش للاطفال هذول. وهاي محاطين هيك انتم؟ هذا الدولاب من فوق نزلناه العفو. ايه دقيناه وخليناه هنا تكرم. يعني حالتكم شويه والله الحمد لله. ما اقول لك معي الحمد لله راضي بنعمتنا والله كل شيء ما اريد بس الستر والعافيه. هم هاي انتم هاي هم هاي الناس هاي العوائل المسكينه شوف حتى يشوفون كل الناس يعني ما تريد اقول لك ستر الحال. اي والله والامن والامان ما اريد كل شيء. اريد الله يستر علينا من هال يكفي والله. مرت ابويا راحت اخويا راح اخويا راح مرت اخويا راحت اولاده راحوا بالموصل انتحرت الموصل كلهم ماتوا. والله شوفوا جهال الايتام يشعلون القلب ونسيبي راح والله العظيم انا قام بيهم والله الله هو يشوف فيهم. تربين ايتام؟ اي والله العظيم والله العظيم عاد ربي ايتام عاد تمشي بالمعامله وحرام استلم الراتب ما قالك ما استلم والله كله انطيه وياه. يقول يا عم اذا احنا ما يقول لي ما ذوك هذا كله قصر راح يشوف فيهم يشعلون القلب والله استاذ لما صدقني امشي وديك. لا صحيح صحيح والله. هذا من ضمنهم؟ هذا لا كبير ابنه. انت شو اسمك؟ صالح. عافيه. شو هيك واقف بالاستراحه؟ ها انت بالمدرسه؟ ايه. يا صاحبي ثاني. عافيه. وين المدرسه مالتكم؟ هنا مدرسه العرقيه. شلون تروحون وتجون؟ نجي عادي انا وهذا نروح. شلونكم بالامتحان؟ زينين استاذ. اي عافيه. انت شو اسمك حبيبي؟ محمد. هلا ابو جاسم. انت تلقيتني تقول اشوفك بالتلفزيون؟ اي والله كل يوم جاي. اي والله كل يوم. شلونكم هنا بالفندق؟ والله شويه حالتنا زين. الله يسلمك. احنا بخدمتكم بس هاي هسه شوفي الحمامات والله تشت والله ما تقدر تفوت رطوبه يومي 3 مرات 4 مرات تكرم الله ما تدخل شمس يعني. شوف ايهم لو تيجي تصور لي هاي على الشارع باوع يقعدون هنا هاي يقرون خطيه على الشمس وهاي العوائل هنا ان شاء الله ان شاء الله اخوان ما تبقون هنا. لا والله ما اتمنى هسه والله قلنا الفندق ويا ابو امتي طلعنا ابو الشقه نخلص منها. زين ادري انتم بالنسبه لكم ليش ما تروحون يعني شنو؟ والله ماكو ماي كهرباء. وين المنطقه بالضبط؟ مقابل هونداي. يسموها؟ عفوا الله المزرعه. بس زين المزرعه؟ لا والله ما بيها ماي والله. يعني انا اقول مثلا اذا انتم تقدرون ترجعون ارجعوا افضل يعني. والله يقول ماكو ماي وكهرباء. هاي شنو زين هذا شنو؟ اشعه عالقه علق هاي الاوده. اياه زين هسه هاي مو مفتوحه؟ هذه مو مفتوحه بل تطلع الريحه. ايش هو ايش نسوي تطلع الريحه؟ هسه مطر قوي راح يدخل عليكم والله الحمد لله. يابا هذا مدمور الفندق.
يعني عصام السليمان هذا يجوز يشتغله ست شهور ما يترتب. انت شو تريدين من عندنا امي؟ ان شاء الله احنا ما نقصر عليكم. والله انا مريضه، السكر والضغط والاملاح. ان شاء الله انا جيت اشيك العوائل واجي ان شاء الله عليكم. الله يرضى عنك. الله يحفظك. حاضر امي حاضر. ان شاء الله بخدمتكم. هاي اكو عوائل هنا جزء. امين امين امين. شوف ايها مصور لي هاي. شوف ايابا شنو هذا مطبخكم؟ خلينا نشوف المطبخ. هاي يعني غرف وانتم كل واحد محتلها غرفه. هذا المطبخ زين. ليش ما عندك ثلاجه؟ هاي تتلف الطماطه، هاي مثلا خاثر. ما عندكم ثلاجه؟ يعني هسه عائله بالله بهذا الوقت ما عندهم ثلاجه؟ والله ما عندنا والله العظيم. الله كريم. هاي شنو المقفله؟ المواد مواد. ما اخذت هذا القاطع ما شاء الله. ايه والله عافيه عافيه. هاي غرف صغار يعني ما تكفي. ايه وما اخذته كله. انتم معظمكم من البيجي؟ معظمكم من البيجي. السلام عليكم. شلونكم؟ شلون العافيه؟ الحمد لله على السلامه. سلمكم. شلونكم؟ ها انتم هنا؟ اي والله هنا احنا. اي والله والحمد لله. هسه انتم ماخذين قواطع غرف؟ ايه احنا من ناو هيجي وهذا جارنا من ناو هيجي. شنو شنو شلون عايشين؟ والله عايشين. عايشين حالتنا تعبانه فردنا. هسه انتم هي غرفكم وين؟ هذا احنا هذه غرفنا. هذا مسويه باب خلفي. والله طفله عندنا تطلع وتروح لو على الدرج تكرم لو على الصحيات استريح منها. هسه اروح هسه اجيش بس خلي نشوف هذا القاطع. هاي انتم غرفكم هسه؟ هي مال فندق صغار مو؟ هذا اي والله حاطين فراش النوم. تعي هنا تعي تعي. هسه ليش كهرباء ماكو؟ ماكو كهرباء. تعي فوتي فوتي. هاي شنو حتى بها ريحه الغرفه؟ والله شو نسوي حالتنا تعبانه فرد نوب. وين نرجع؟ بيوتنا ماكو للقى. انتوا بنفس المنطقه اللي حكت عليها الحجيه وين؟ اي بالبيجي مقابل هونداي؟ لا بالصينيه قاعدين. الصينيه بعد هسه يعني. اي ما رجعت بس والله ارى بيوتنا معامره ما نظل هنا. وعندنا حالة يعني شوي حالتنا زينة ما نقعد هنا. زين أدري أنت إيش قد عندك كم؟ إحنا خمسة. خمس عائلة. زوجي شوين؟ زوجي والله يشتغل بالطحن، يوم يشتغل يوم قاعد ما عنده كل شيء. والله حالتنا فردنا بتاعنا. يعني هسه أنتوا هنا بهاي الغرفة؟ والله هاي غرفتنا وهذيك غرفة النوم. بس باردة. باردة شو نسوي؟ ما عندكم صوبة؟ إحنا صوبة والله مدرجين أمورنا بيها. أنا بس أريد يعني حقيقة من زير شفت الفندق وزرته. اريد اقول يعني انتم الى متى تظلون بهذا الوضع؟ ليش يعني هسه انا حكيت للحجيه باكر مثلا حجي عصام ابو الفندق راد للفندق شلون؟ والله ايش ما ادري ان عندنا الله هو يساعدنا غير. ونعمه بالله. اي والله والله حتى فراش ما عندنا مالات نوم. يعني حالتنا فردنا بفردنا بتعبانه. لان ترى هسه انتم فقط هاي العماره بقت بصراحه بداخل مدينه تكريت. يعني كلهم يشوف رجعه وراحه بس انت صح يعني هذا الواحد رجع دوامه عنده شغله رجع عليها عنده بيت عامر يرجع عليه. زين انتم هناك شنو يعني شنو ليش ما تقدرون ترجعون؟ بيتنا ماكو. واقع بيتنا. واقع. ايوه واقع بيتنا وقاعدين هنا ورجل حالته تعبانه يعني ما نقدر نطي اجار ما عندنا. وين اطفالك؟ اطفالي نايمين. وينهم وينهم شوفيني يا. يعني ماخذه غرفه مال نوم. اي دافي خطيه. ذولا جهاليش؟ اي ذولا جهاليش. بعدهم صغار خطيه. اي والله صغار. بس شويه ترى الغرفه على مود غاز الصوبه لا تخليه. اي بس افتح البرده هواء بارد يجي. خطيه. اي يحفظهم الله. احنا ان شاء الله يعني جينا نشوف حالتكم ووضعكم وان شاء الله نعرضها. طبعا حتى هي القاطع بارد. هذا هذا هيك مسويه انتم مو؟ ايه مطبخ وما اعرف ايش. يعني كل وحده مثلا ماخذه غرفتين ثلاثه. ايه وحاطين غراضنا بيها. هم ما عندك ثلاجه؟ عندي بلا ثلاجه. اكو ثلاجه عندي. الحمد لله عندي. زين.
حتى اشوف اكو ريحه رطوبه. هي هاي العماره تعبانه هي العماره تعبانه فرد نوب. اي بس شو نسوي قاعدين فيها؟ شو نسوي؟ سويتي لهم غدا اليوم؟ شوربه عدس. اي والله اي ماكو احسن منها بهذا الجو الشتاء. احنا ان شاء الله يعني جيتنا اول مره عليكم، راح اعرف العوائل ان شاء الله. ان شاء الله وراح اسوي لها احصاء. والله عندك مساعده تساعدنا، راح نرتب لكم مساعدات، وهاي الناس الخيره من خلال شاشتنا ان شاء الله ما تقصر عليكم ان شاء الله. ونجي نشوف وضعكم ان شاء الله ونعطيكم بلكي ملابس مبالغ ان شاء الله. والله هل يطلع من ايديكم؟ هل يطلع؟ اي والله بارك الله بك، شكرا جزيلا. تجينا لجنه ايه ما تعطينا كل شيء. لا احنا ان شاء الله نجي. كنتوا عاد تكذبون علينا؟ لا نحن هنا نحيشاك انت. لا انت تطلع الان تنفذ تشوفوني يعني. ايه ان شاء الله. والله احنا بالنسبه ان الناس الخيره وفضائيه الصلاح الدين ما عنده ايتام. هي سالم والله راتبي الايتام الله يشفي ان شاء الله. امي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نقصر عليك. انتوا هنا ايش قد بهذا القاطع؟ والله هنا احنا اختي وزوجها وانا قاعده عندهم. ها اي يعني مقطوعه لا ام ولا اب. يعني هم ماخذين هيك؟ اي ماخذين هاي وهاي وهذه، ومثل يقول قاعده على رحمه الله اني. زين انتوا هم بنفس المنطقه؟ احنا من حي النفط، بس شنو مكان هذا رحنا احنا نظفنا. جيب اختك جيبها. رحنا احنا نظفنا بس بعد ما يعني ما هذا قالوا بعد بي ما بي هالشيء فارغه. زين هذا شنو الدواء؟ الدواء هذا عندهم فلاونزا الاطفال. ايه ورحنا البارحه جبت لهم دواء. منو من عندهم اطفالكم؟ اطفالنا هذا حمودي. اي هذا محمد وهذه سوسن وهذا عبد الله. هلا 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 هلا. وهذه سوسن الكبيره بنت ابن عمي واختي هنا. يعني انتم هنا المطبخ أبنى. ايه تعال وينها سوسن؟ هذه وسن. وسن شلونك عمو؟ الحمد لله. شلون عافيتك؟ انت بالمدرسه؟ ايه يا صاحب رابع. عافيه عافيه لا تعوفين المدرسه. شلون تروح؟ ها حبيبي ايه شلون تروحين وتجين؟ اي قريبه المدرسه. قريبه ايه قريبه. زين هسه انتم مطرته هنا الشوخه ما يدخل عليكم؟ لا الحمد لله ما يدخل علينا مطر. لا الحمد لله مطر ما يدخل. قلتي لي اختك هنا؟ اي اختي هنا وانا. ما يخالف هاي نفس الشيء الغرفه. نفس الشيء. صور لي اياها. يجينا وهذا يعني بات بيها قرايبنا يجون يباتون هنا. واني اريد يعني من الله ومن مساعدتك اني مقطوعه فرد نوب. ما اقطع عليكم ان شاء الله. هذا يعني تعال شوف ايهم هذا صورني. يعني شوف احنا حكيت انا قلت هو سنتر المدينه، يعني هذه العماره هي سنتر المدينه. هذه هنا أنا مجسر الدلد يسووه بعدهم، وهذه شارع الاطباء. هذه المنطقه يعني منتصف الشارع، يعني هذه العماره الحقيقه هي قديمه كانت فندق حارث. فندق حارث وقعدوا بيه جزاهم الله الف خير المهجرين بارك الله بيهم، والناس ساكنه هنا لكن نريد مساعده الخيرين. الحمد لله هي اهم شيء انهم ما ياخذون اجار منكم. هذا شو الثلاجه مقلوبه بالعكس؟ ها يعني عندكم. الله كريم الله احنا الله سبحانه وتعالى يباوع على حالكم وترجعون ان شاء الله لاماكنكم، ترجعون لمناطقكم ان شاء الله. زين انت حمودتي ترجع؟ اي والله. وتي تبقى هنا؟ والله ترجع. ها يعني احسن هناك ترجع؟ اي والله احسن. زين انت تتذكر هناك لو ما تتذكر؟ بس اتذكر لما رحت انا وصديقي على الجامع بس هاي اتذكر. هناك؟ ايه بس تتذكر يعني انت انت يعني ولادتك هناك بالمنطقه؟ ايه يعني تريدها للمنطقة دي؟ اي والله احبها. ها اي والله تحبها؟ اي والله مثل عليها احب. هي هم تحبك ان شاء الله ترجعون حبيبي، تروحون هناك وترجعون لقاعكم والمدارسكم. اي والله. ها ايوه كثير اصدقاء راحوا هناك ياهم، كثير من اصدقائي راحوا عدى. قصدك رجعوا؟ اي رجعوا على اماكنهم. ايه ان شاء الله ترجعون بخير وسلامة، وترجع انت لمدرستك ولقاعك انت واصدقائك ترجع عليهم ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. هاي ولا حبابه هاي ولا شلونك حبيبتي؟ هلا 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 اريد امشي راتب هسه. الناس تقول لي يصير وناس تقول لي ما يصير. راتب شنو؟ راتب اني مطلقه بس بالاوراق بالجنسيه بعدني باكر. تعالي هنا. اي بالجنسيه. فوتي هنا لان الشمس وراك.
بالجنسية بعدني باكر ما نقل نفوسي زوجي. ليش ما؟ ما قبل ردت منه. هاي الأخطاء اللي دائما احنا نقول عليها ونقول من تتزوجي لازم تغيرين الجنسية. ما قبل. منو ما قبل؟ هو زوجي ما قبل. شلون يصير؟ حاولت معاه أخير قال تريدين أخير حل؟ من يقول تطاول العمارة أنا وياك؟ قلت له هو أنا خايفة من هذه وصارت سوء تفاهم وهذا وعافني وطلبت الطلاق من عنده أنا لأنه مو خش وياي يعني مو ما ماشي وياي عدل. دي أنت روحي سوي إجراءات رسمية قدمي عريضة للقاضي. يقولوا لي ما ترهم أنك بالجنسية بعدك باكر ولا عندي أوراق الطلاق وعندي العقد كلها موجودة عندي بس يقولوا لي ما ترهم يعني تتمشين مع المطلقات. احنا هسه نشوف الاجراءات مع الاخ مدير الجنسيه واتصل بيك ان شاء الله. انت عندك تليفون؟ عندي تليفون. دخلي تليفوني. وكم بالفندق؟ شلون وضعكم؟ الحمد لله. الحمد لله. انتوا هنا هم من عائلتي لو ايش قد؟ ثلاث عوائل. ايه. هم من البيجي؟ من البيجي نعم. وين ساكنين هنا؟ ايه. شلون وضعكم؟ لا تجون حبيبي ظلوا لا تجون. هذا عود يعني باب؟ زين هسه احنا زرنا العوائل هنا انتم هذول شلون وضعكم زين ليش كهرباء ماكو؟ والله كهرباء نوب تيجي النوب تطفي يعني مو ماخذين يعني مثلا كل عائلتين ماخذين غرفتين ثلاثه يعني انفن ثلاثه اي نعم اي زين ليش ما تقدرون ترجعون؟ والله بيوتنا واقع هناك وين نرجع هناك؟ بيجي اي والله بيجي واقعة. زين انت تشتغل شيء شلون واردكم؟ والله عندنا هنا بسطية جوا بشارع طنبوع وانا بخضر قاعد نشتغل بيها وعلى العيش. والدتك طيبة موجودة؟ لا والدتي ولا ابوي اثنين متوفين. بعد انت من هنا عايش؟ انا هنا يم اختي. وين؟ اختي هنا قاعدة وانا قاعد وياها. يعني عندها اضنة عندها جهاز؟ اي نعم ابن عمو قاعد وياها هنا وانا قاعد اشتغل. اي والله. شلون وضعك المبيعات الكذا؟ والله خير من الله الحمد لله. الحمد لله. هذا يعني هيك انتو هاي مسوي هنا انا قاعده؟ زين الجو بارد صوبه شيء؟ والله بارد الجو حيل بس الكهرباء ماكو قاعد نشتري النفط مشتروا الحمد لله. شبيها شنو اللي تعاني؟ والله الاطباء ماشي ما تمشي حاليا والنوب يقولون عندها كساح النوب ما اعرف شنو يعني يفضلون الدكاتره. نعم والله ما خلاني دكتور ما ادري عن بغداد كركوك موصل اربيل. شنو بالحاطي لها صندليش؟ ما تقدر تاكل الحليب. اي وعلاجات قاعد نعطيها. هذه مناشدة لكل الخيرين طفلة 3 سنوات شفناها بهذا المكان بالفندق نتمنى إن شاء الله يد الخير والعون واللي يبتغي مرضات رب العالمين يشوفون هذه الطفلة إن شاء الله يساعدوها بمبالغ حتى يشوفوها. أعزائي المشاهدين الحقيقة يعني كانت لنا عدة جولات اليوم أنا وزميلي أيهم مناشدة من خلال هذه الشاشة لكل الخيرين ولكل الناس الطيبة اللي تبتغي مرضات رب العالمين أن يشوفون العوائل اللي شفناها وأيضا احنا متابعين يعني شفتوا اليوم وياي لقطات من يعني متابعتنا لكل الدوائر الخدمية تبليط الشوارع يعني راحة المواطن وأيضا يشوف العوائل اللي تحتاجنا واللي الحقيقة من خلال الشاشة تقديم المساعدة لها يعني خلفي الآن احنا صورنا هذه العمارة وشفنا انه الناس تحتاج طبعا مع هذا الجو الممطر ان شاء الله ندعو من الله سبحانه وتعالى ان يعم الأمان والصحة على كل أهلنا بالعراق. احنا الحقيقة من خلال برنامج بين الناس هذه دعوة لكل الخيرين وأرقامنا موجودة ان يتواصلون ويانا. شكر موصول لكل الأخوة
اللي ساعدونا في نجاح هذه الحلقة، شكر موصول لزميلي أيهم، ألتقيكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء. لا شاريع لا كهرب بجبله مي ماكو ابدا مو برايم، وهذا انا هالقضيه بتك بنسمع عندي تروح الطبيب، احنا ما لنا حال يابا، ما حد يدعي بينا ولا حد فطنانينا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين مرسال دزيت واشتي لهم حال العدايم يا حالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي، تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشي بعبرة وبعبرة تهجيت تعبان يا حبيبي، وما عندي غير الله وهاي الشباش وهاي اسمها اسمها قباك الثلاجة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة الله. اي والله عند رحمة الله، الله كريم.